يجوز دفع دابة لمن يعمل بها اللي قلنا قبل قليل تأجير سيارة. عندك سيارة تأتي لهذا السائق تقول له يلا أنت اشتغل بالسيارة ولك 20% من ربح اللي تطلع من السيارة 20% لك ولي 80%، يلا روح اشتغل لك 40% ولي 60% لك 50% لك 70% ولي 30% حسب ما يتفقان. المهم نسبة، المهم تكون نسبة أو يكون عبد عندي مثلا. طيب نقول هذا العبد هذا أخذه، واللي طلع العبد مثل العبد هذا نجار أو حداد، العبد ما يملك شيئا لسيده، فيقول أي شيء يشتغل العبد أنا ما نخلقه مو فاضي ودي أدور له شغل وهذا، وما شاء الله جيد ترى هو بس أنت وده ودور له شغل وكذا، وأي شيء يطلع العبد من الشغل ترى لك 30 ولي 70% من هذا المال جائز. أو نسج أو خياطة، خياطة ثوب مثلا تقول له والله شوف لك أنت روح أنا أشتري الخام وأنت تروح تدور الخياط وتخيط وهذا، أنت لك أجرة عفوا النسبة كذا وأنا لي نسبة كذا. أي شيء يتفقان عليه من هذا العمل كله جائز، ولكن أهم شيء يكون بجزء مشاع، يعني 30 40 50 20، شيء بنسبة مئوية بحسب ما يتفقان عليه. قالوا بيع متاع بجزء من ربحه، أنا مثلا عندي سيارات ماني فاضي أبيعها، أقولك تعال روح بيعها لي ولك 10%، أي سيارة تبيعها لك 10% منها، غير لما أقول لك 50 دينار كل سيارة تبيعها لك 50 دينار، لا، لما أقول لك 50 دينار ممكن سيارة سوالها 1000 يبيعها ب600، هو بأخذ 50 ما أخذها، صح ولا لا؟ لكن لما أقول لك 10% بيحرص إنه شنو؟ يرفع السعر، لأنه شنو؟ له نسبة. فرق بين له نسبة وبين له شنو؟ وله أجر، واضح ولا لا؟ الأجر إذا كان أجر بيأخذ ما راح يهتم، لكن إذا له نسبة بيهتم، لأن كل ما زادت السعر كل ما زاد ربحه في هذا البيع. فلذلك أيضا لا بأس أن تكلفه ببيع متاعك، ويصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة. أيضا أعطي الغنم مثلا، أنا عندي غنم مثلا، أنا ماني راعي غنم فرضنا، أو أبوي راعي غنم مثلا، مثل واحد ذاك يسولف علينا يقول أبوه ما شاء الله راعي نياق وعنده ما شاء الله نياق طيبة وكذا، وعياله واحد دكتور واحد مهندس واحد مدرس واحد شنو، يروحون مستحين من أبوهم بس، لكن لا لهم شغل بالإبل ولا يعرفون بالإبل ولا هم حولها، ناس قاعدين بيوتهم وآتي زين ما لهم شغل بها. فذولي مثلا توفي أبوهم، يلا 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 اشتغلوا احنا على النياق، ما نعرف ولا لنا خلق زين ولا عندنا وقت ولا عندنا كذا، فيجيبون عامل يقول تعال انت تراعي النياق وكذا وكذا زين، هذا ياخذ اجره. واحد من اخوانه قال لا احنا بدل ما نجيب لنا عامل نقعد نعطيه وكذا باكر يبوق منها ولا شيء، ايش رايك نعطيه نسبه شريك معانا، شركه معانا، شلون شركه معانا؟ قول لي الابل هذه ترى اي ناقه تنباع لك 5%، لك 10%، لك 1%، لك 2%، راح يتعب على النياق عدل ولا لا؟ ويدور لها شراي، لكن لا صار صبي ما راح يهتم، ما راح يهتم. يعني حدثني احدهم عنده غنم يقول كل ما نروح ولا يقول والله في نعجه ماتت، خروف مات، خروف باقي، شقنا شقي، خسرنا حلالنا كله زين. لكن لما يقول لك نسبه انت شريك معنا يختلف الوضع، هنا راح يحرص ويتعب ويدير بال عليها، واذا مرضت بروح يعالجها لانه صار شريك، الربح والخساره صح ولا لا؟ فلذلك الشراكه فيها راحه اللي ما عنده مقاقم، ما له خلق يشتغل ولا له خلق يعني يتابع او ما يفهم في هذه الامور، فلا باس ان يجعل احدا شريكا معه بحيث يقوم عنه بهذا العمل. قال والنماء والملك لهما، نماء الملك لهما الا ان كان بجزء من النماء كالدر. هذه المساله فيها خلاف، يعني اذا قالوا لا شوف انت لك من الحليب، لك من النسل، طيب افرض ما نسلت ما ولدت زين، افرض ما فيها حليب، افرض الحليب ما لقوا له شراي، فهذا خسران العامل، واضح ولا لا؟ يعني عطني شيء مضمون. اما تقول لك الحليب لك، يقول لك هذه اشياء مجهوله، اشياء شنو؟
مجهولة، خاصة الأثار بوسط البر. الحليب شو سووا فيه؟ أنتوا تشوفون مثلا أهل الإبل وكذا لا زاد الحليب كتة، ما يقعد له باكر، لو لازم يحلبها مرة ثانية. فإذا لقى مثلا في شركات تجي تشتري أول بول وكذا، وهذا معقول، لكن إذا ما لقى حد يشتري ما استفاد شيء، فهو قاعد يرعاها ببلاش بدون مقابل. لكن لما تقول لك جزء معلوم منها وليس من نسلها ولا من درها، هذا هنا المذهب هو الصحيح. نعم، فلو سووا هالشيء فعلا نقول لا، له أجرة العامل، له أجرة عامل. نشوف العمال اللي قاعد يشتغلون كم يأخذون، يجب عليكم أنك تعطونها الكثير، لأن الاتفاق معه على نسلها أو لبنها أو صوفها هذا الاتفاق غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.